لكم ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا فرحانين وعاملين جو. فيديو جديد باش نهزكم معايا لبرشا بلايص في مصر، واول بلاصه هي البارون. البلاصه هذه اسمها البارون، هي بلاصه بحذا القصر الرئاسي في مصر. اوكي يا جماعه، قاعده نعمل في دوره تاو في قصر البارون، وجبت لكم رولا صديقتي المصريه هاي بس تحكي لكم شويه على البلاصه وين موجوده وكل شيء. اوكي سو هو اتعمل اجاس في 1919 او حاجه كده، حاجه بعيده قوي، وهو اصلا كان مقفول بقاله كتير قوي، واتعمل له ريستوريشن من قريب. كان بقى الحيطان عليها جرافيتي وما كان، يعني كان مهمل شويه، فلسه عاملين ريستوريشن. هو كان بتاع بارون وكان عايش هو وعيلته هنا وكل حاجه، بس يعني ذاتس اول. اوكي ثانك يو. Guys, this is the roof. So beautiful place. شوفوا التفاصيل.
5 hours later. اوكي يا جماعه تو خرجنا باش نعملوا دوره في نهر النيل في فلوكة. و let me introduce you my friends. Hi. Hello. Hey. The group. Say hi. The camera. Hi. Thank you. هذوما كلهم اصحابي الجدد اللي تعرفت عليهم في الاوبورتونيتي. عاملين جروب والكل هذي الجروب متاعي كل واحد من بلاصه، ثم من تركيا، ثم من الهند، ثم من البرازيل، ثم من البرتغال، ثم من البيرو، ثم برشا بلايص حاصيلو. وكان انا تونسية، كان انا تونسية يعني نتكلم عربي مع المصريين كها، باقي الكل نحكي معاهم باللونجلي. هذه تم مسمينها فلوكة. احنا عندنا كلمة شلوكة يعني كلمة هذي بالضبط. اوكي يا جماعه، هي باش تفسر لكم توا شنو هي ايساك وشنو هي لي زوبورتونيتي نتاعها والكل. هذه برولا فروم ايجيبت. هاي. سو تيل ذم. اوكي سو ايساك عموما هو زي كده يوث اورجانيزيشن في كونتريز، في بلاد كثيره قوي. اوكي وفي اوبورتونيتيز كتير قوي، واحده من الاوبورتونيتيز انت ممكن تسافروا. واحده من الاوبورتونيتيز انتم ممكن تسافروا اي دوله انتم عايزينها، اللي هو من البلاد اللي ايزك بيقدمها. ممكن تعملوا فيها بروجكتس كتيره زي تعلموا ناس يعني اللي هو uneducated، ممكن مثلا زي women empowerment، ممكن تيجوا هنا تسافروا تاكسبلور البلد. فيها كتير قوي بجد، you're gonna love it. وهتندموا بجد لو ما دخلتوش ما جربتوش يعني. بجد لازم تجربوا بجد لازم. بس كلهم بنحبكم برشا، بحبكم قوي يا تونس قوي يعني برشا 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 برشا.